السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الفاضلين في لقاء جديد من برنامج مقاصد. التدين بوصفه تطبيقا عمليا لعقائد الدين وأحكامه وأخلاقه وآدابه هو فطرة مركوزة في النفس البشرية، بينما تمثل الحضارة نتاجا ماديا ونفسيا ومعرفيا لحاجات الإنسان الناشئة. لكن من الغربيين وتبعهم في ذلك بعض العرب من يرى أن التدين عائق على طريق النهوض الحضاري، وآخرون يرون أن لابد للعرب والمسلمين من التخلي عن اعتبار أن الدين منطلقا لإنجاز نهضة قوية، وأن التدين ينبغي أن يكون علاقة بين العبد وربه فحسب. في حلقة اليوم نتوقف مع القضية لنبحث التدين وعلاقته بالنهضة. التفاصيل تأتيكم بعد هنيها. موضوعنا هذا نبحثه مع ضيفنا الكريم الدكتور حاتم عبد العظيم، أستاذ الشريعة الإسلامية، وهو معنا عبر سكايب من إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ جهاد، ومرحبا بالمشاهدين الكرام. أهلا بكم. بداية، هل ثمة علاقة مفترضة بين التدين أو بين الدين؟ قبل أن نبدأ، ربما التدين نبحثه في بعد الفاصل في المحور الثاني، لكن الدين من حيث المبدأ، هل ثمة علاقة مفترضة بين الدين والحضارة والنهوض؟ هل ينبغي أن تكون هذه العلاقة أم أنها مفتعلة، هذه مقحمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. الإسلام من اللحظة الأولى كان باعثا للحضارة، وكان موجها للطاقة البشرية في اتجاه العمران والبناء والوصول إلى النموذج الإنساني الفاضل وإلى الصورة المنشودة للحياة البشرية. من اللحظة الأولى الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأمره بالنزول إلى الأرض للقيام بمهمتين عظيمتين تجمعهما اللفظة الفريدة التي وصف الله بها الرسالة البشرية في الأرض، لفظة الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة. وللخلافة مهمتان كبيرتان يجب أن تكون دائما متصلتين ومنسجمتين، والانفصال بينهما يؤدي إلى شر عريض. المهمة الأولى هي مهمة الإيمان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبادة الله سبحانه وتعالى الخالق الموجد المنشئ على نحو ما أمر، والقيام بالرسالة التي زود بها الإنسان من اللحظة الأولى. آدم عليه السلام لم ينزل إلى الأرض خالي اليدين من التوجيه الإلهي والوحي الإلهي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكان آدم نبيا؟ قال: نعم. قيل: إلى من أرسل؟ قال: إلى ذريته. آدم عليه السلام نزل وخطى خطوته الأولى على الأرض، وشقت البشرية طريقها من اللحظة الأولى مزودة بزاد النبوة متمثلا في أول الأنبياء وأبي البشر آدم عليه السلام. فالمهمة الأولى هي مهمة الإيمان ومهمة الطاعة والعبادة وإقامة المنهج الإلهي الروحي الذي تستقيم به النفس، والذي يجيب عن أسئلتها الكبرى وعن تساؤلاتها الحائرة، ويصل بها إلى شواطئ اليقين ومراتب الطمأنينة. ثم تأتي الوظيفة الثانية المتصلة غاية الاتصال بهذه الوظيفة الإيمانية، وهي وظيفة العمران: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أنشأكم عند الخلقة الأولى من طينة الأرض، من سهولها وجبالها، وفي الحديث إن الله قبض قبضة من الأرض جميعا فكان منها آدم، من أجل ذلك كان من ذريته الحزن والسهل والصالح والخبيث. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي وطلب منكم عمارتها وإصلاحها. وهاتان المهمتان معا، مهمة الإيمان ومهمة العمران، هما اللتان تصنعان الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض. والاستخلاف هنا بمعنى الأمانة العظيمة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وبين أن يحملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبالتالي هذه الأمانة العظيمة، أمانة الاستخلاف، أمانة الإيمان والعمران، أمانة إصلاح الأرض واستخراج ما فيها من الأسرار واكتشاف ما فيها من القوانين وتسخير
هذه القوانين وهذه القواعد في سبيل إصلاح الأرض هي مهمة لا تنفصل عن الإيمان. في أول الخطاب القرآني للبشر للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. امتزاج تماما في قضية الإيمان، في التكليف الإلهي للبشر، في الخطاب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم بالانفتاح على عالمين: عالم الكون، عالم الطبيعة، عالم الخلق الإلهي، ثم عالم الوحي الإلهي، التكليف الإلهي. فاقرأ أولا الخلق الإلهي باسم ربك الذي خلق، واقرأ ثانيا الوحي الإلهي الذي علم بالقلم. وهذه الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها لأنهم غير مزودين بآليات التعامل معها، والإنسان وحده والمزود بالعقل والقدرة على المعرفة والقدرة على البحث والاكتشاف والتمييز والمقارنة والتحليل والاستنتاج والتطوير والإبداع. من أجل ذلك كان الإنسان والخليفة، وهذا الاستخلاف لا يمكن أن يتم إلا بحيازة الأمرين معا: الإيمان والعمران، النظر في الكون والطبيعة والخليقة فهما وتسخيرا، والنظر في التكليف الإلهي التزاما وطاعة وتنزيلا على واقع الحياة. هل هذا يتوقف على طبيعة الدين؟ قضية الدور الحضاري أو العمراني للدين، هذا قصر على الإسلام أم هو شأن الدين عامة؟ لا ريب أن الأديان متفاوتة في نظرتها إلى المسألة الحضارية، فهناك نسخ من الأديان رأت أن الطبيعة والبحث فيها نوع من الهرطقة والكفر ونوع من الدنس الفكري، باعتبار أن ذلك خارج عن اللاهوت المقدس. فإذا صار لديهم لاهوت مقدس وبحث نظري وعملي في الطبيعة مدنس، وعليه كانت هذه القطيعة المرزولة بين الدين كغيب وبين الطبيعة كشهادة. وافترض هؤلاء على غير أساس من الصحة عبر قرون طويلة من التخلف ومن الرجعية ومن الانحطاط ومن القطيعة بين جناحي الاستخلاف، افترض هؤلاء أن البحث في الطبيعة سيقود بالضرورة إلى الكفر بالغيبيات، إلى الكفر بالإله. وقد أخطأ هؤلاء السبيل والطريق والتصور، فإن البحث في الطبيعة والنظر فيها والتأمل في مخلوقات الله البديعة حتى في ذات الخلقة الإنسانية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، رافض من أعظم روافد الإيمان وتثبيت الفكرة الإيمانية. والإسلام يأتي في هذا وسطا بين طرفين غاليين: بين طرف قديم أزرى بالطبيعة واعتبرها نقيضا للإيمان، واعتبر أن علوم الناسوت البشرية نقيض لعلوم اللاهوت المقدسة، وأزرى بهذه العلوم البشرية حتى جعلها كفرا وارتقا. وبين غلو آخر حول الطبيعة ذاتها إلى إله، فنسب إليها الخلق ونسب إليها الأمر، وافترض أن القوانين الطبيعية التي لا منشئ لها، والاختيار الطبيعي الذي لا موجه له، والتطور الطبيعي الذي يأتي على قاعدة الانتخاب، انتخاب الأصلح ومنشئ كل شيء، فحول الطبيعة من خلق إلى خالق، ومن مجال بحث إلى مجال إيجاد، ومن صنعة إلى إله يعبد. والإسلام يأتي وسطا بين هذين الغلوين، لا يزري بالطبيعة ولا يخرجها من حساباته، بل يجعلها ركيزة من ركائز الإيمان، ولا يغلو فيها فيفسر بها الخلق ويعطيها صفات الخالق معاذ الله، وإنما ننظر إلى الطبيعة على أنها خلق الله المتقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وعلى أنها رافد من روافد الإيمان، وعلى أن النظر فيها تفكرا وتأملا وتدبرا عبادة يتعبد بها إلى الله، وقربة يتقرب بها إلى الله. ونشأت الحضارة الإسلامية من اللحظة الأولى منفتحة على الكون ومنفتحة على علوم الطبيعة إلى أقصى درجة، حتى إن لدينا في القرن الهجري الأول حركة واسعة في هذا الاتجاه، تأليفا وتصنيفا وترجمة لمنجزات الحضارات الأخرى، وبحثا هائلا في العلوم الطبيعية تطور بتطور الحضارة الإسلامية، حتى إنه ليس يعني موضع شك ولا خلاف بين الباحثين جميعا أن النموذج الحضاري الهائل
الذي أقامته الحضارة الإسلامية في الأندلس كان أعظم الروافد التي رفضت النهضة الغربية المعاصرة وقدمت إليها يعني عوامل بناء المنظومة الحضارية التي بناها الغرب وإن سلبوا منها وغيروا فيها قيم الإيمان وقاعدة الإيمان. إذن الإسلام بالفعل متفرد وفيه خصوصية شديدة، وهي أنه يأتي وسطا بين الغلاة في الطبيعة ازدراء وبين الغلاة في الطبيعة تقديسا، فهو ينظر إليها باعتبارها جزءا من مكونات الصورة الإيمانية ورافضا من روافد الإيمان، وباعتبارها قسيما ويعني رفيقا مطاوعا للدين، وليست خصما وليست ضدا وليست بديلا للدين في نسخته أو في تصوره الإسلام. هذا الحديث لابد أن يقودنا إلى التدين، وهو التطبيق العملي لفكرة الدين. سنبحث هذا الأمر معك بشيء من التفصيل بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا وسهلا بكم، ما زلنا سويا في الحديث عن التدين والنهضة وعلاقة كل منهما بالآخر تأثرا وتأثيرا، في حديثنا الذي يكون دائما في هذه الحلقة مع دكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية. أجدد ترحيبا بكم دكتور. تحدثت في المحور الأول عن العلاقة بين الدين والنهضة أو الحضارة، وعن الوظيفة المجتمعية والوظيفة العمرانية للدين، وحتى يتم المعنى كاملا لابد من الحديث عن التدين الذي هو التطبيق العملي لهذا الدين بما يفضي إلى تحقيق مقاصد الدين. ماذا يمكن أن يقال عن طبيعة التدين الذي يمكن أن يكون منطلقا للنهضة؟ يعني لا ريب أن الإسلام في صناعته لشخصية المسلم لا يصنع ذلك الراهب المنعزل في صومعة للعبادة حتى يكون إنسانا صالحا وحتى يفوز في الآخرة. الصورة مختلفة تماما. الإسلام يجعل الفوز في الآخرة، يجعل معايير الصلاح هي في أكثرها معايير اجتماعية، معايير مرتبطة بالأثر الذي يحدثه الإنسان في الحياة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وقول الله تعالى وآثارهم ها هنا كلمة دالة جدا وتأسيسية جدا، أن الإنسان موزون عند الله بالآثار التي يتركها في هذه الحياة. ومن ثم فإن من الفضائل في ميزان الإسلام إماطة الأذى عن الطريق، ومن عظائم الأعمال والقربات إطعام الفقير أو إطعام الجائع أو إغاثة الملهوف أو إعانة المحتاج للإعانة. وبالتالي فالتصور الإسلامي للتدين ليس فقط منحصرا في جوانب التعبد، بل إنه يمتد ليشمل مظاهر التنمية الحضارية والعطاء الحضاري والبناء والجمال حتى في هذه الحياة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الشخصية المسلمة والعقلية المسلمة والنفسية المسلمة: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. أنت موجود أيها المسلم في هذه الحياة من أجل العمران ومن أجل البناء ومن أجل العطاء، حتى إنه لو كانت القيامة قد قامت ومن ثم انتهت أصلا الحياة الإنسانية. وفي يد أحدكم فسيلة، فسائل النخل معروفة ومعلوم أنها تحتاج إلى سنوات عدة، ربما تصل إلى 10 سنين حتى تثمر وتنتج، لكن رغم ذلك حتى النفس الأخير من الحياة البشرية عليك أن تكون بانيا ومعطاءا، وعليك أن تكون عامل تحضر وتقدم للوجود وعمارة للأرض. وهذا هو المعنى الصحيح للتعبد. ليس التعبد في الإسلام منحصرا في الشعائر بين قوسين صلاة وصياما وزكاة وحجا وإلى آخره، وإن كانت هذه الشعائر مهمة للغاية وهي ركائز صناعة الشخصية المسلمة، لكن دائرة التعبد تمتد في الإسلام لتشمل كل مظاهر العطاء والبناء في الحياة. حتى إنه مصطلح العطاء والمصطلح الذي وصف الله به عباده المؤمنين،
في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فلاحظ أنه قدم العطاء على الإيمان ذاته، لأن العطاء ثمرة الإيمان، والعطاء هنا بمعنى البناء الحضاري الواسع والشامل. فمفهوم التدين في الإسلام مفهوم شديد الشمولية، يشمل كل خير وكل صلاح وكل نفع للناس في هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رجلا دخل الجنة في غصن شوك نزعه من الطريق، كان يسير على دابته فوجد غصن شوك في طريق الناس فقال سبحان الله يؤذي الناس، فنزل فنزعه فنحاه فشكر الله له فأدخله الجنة. إلى هذا الحد أن نفع الناس ولو بإماطة أذى عن الطريق هو رتبة من رتب الإيمان، وهو سبيل للوصول إلى الجنة. وبالتالي فإن التدين في الإسلام هو يعني مسألة شديدة الشمول، فيه وظيفة اجتماعية ووظيفة إصلاحية ظاهرة، حتى إن الصلاح الفردي لا يقبل من صاحبه ولا يكفيه عند الله حتى يتبعه الإصلاح الجماعي والإصلاح الاجتماعي وجلب الخير والنفع العام للناس ودفع الضرر والأذى عن الناس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاثا، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. التدين في الإسلام هو تدين اجتماعي وتدين حضاري قبل أن يكون تدينا شعائريا وتعبديا. لكن يعني قد يقول مشاهد دكتور حاتم أن هذا الكلام يعني لا يعد أن يكون في كثير من الأحيان نظريا كلاما جميلا، لكن لو أتيت على الواقع مثلا هناك بعض التجارب التاريخية مثلا في بعض بلدان المغرب العربي كما في تونس، يعني الكتب تنقل بأن هناك نوع من التدين المتصوف الذي يعني خدم بشكل أو بآخر بقصد أو بغير قصد المستعمر الفرنسي. عندما تجاوز الفرنسيون سلطاتهم وأوقعوا بعض المفاسد في البلاد، كان كبار شيوخ الطريقة يعني يحضون أو يحتون غضب الناس بأنه ما علينا من هذه الدنيا الفانية، وإنما هي ذكر وعبادة واحترام للقانون وانشغال بنفسك عن شؤون العامة قبل الحديث في شؤون العامة. أليس هذا نمط من التدين أفسد أكثر مما أصلح؟ يقول يعني نعم هو نمط من التدين المغشوش ومن التدين الفاسد، وهو نوع من تحريف الدين ونوع من مخالفة الهدي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن إنكار المنكر ورفض الظلم والتصدي لصور الإفساد من أخص خصائص المسلم. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن أمتي إذا هابت أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، لم يبق فيها خير. سيد الشهداء، وهذا حديث عجيب، سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. الإسلام لا ينشئ المسلم على التطبيع مع الظلم والفساد وعلى قبول ذلك، وإنما الوظيفة الكبرى للمسلم في الأرض وللمسلمين في الأرض هي إماطة أذى الظلم. إذا كان إماطة غصن شوك من فضائل الإسلام، فإن إماطة أذى الظلم والإفساد عن حياة الناس من أهم واجبات المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام معه في الجيل الإسلامي الأول وما تلاه من الأجيال المباركة قاوموا كل مظاهر الجبروت في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر وثنية قريش بما كان فيها من عنصرية ومن طبقية ومن استعباد واسترقاق للإنسان ومن استغلال مادي ومن ازدراء للفقراء، وطوع هذه البيئة القاسية لقيمه وأفكاره، فنشأت الأخوة محل القطيعة والتكامل محل التدابر والسلام محل الحرب وتقدير الإنسان محل ازدرائه، ونشأ هذا النموذج الحضاري. ثم بعد ذلك لم يكتفي بذلك، وخاض صلى الله عليه وسلم وخاضت الأمة في حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم 3 معارك مع الروم. هذا الـ يعني هذه الروح الوثابة التي رأت أن الإسلام والظلم والإفساد والطغيان لا يجتمعان في الأرض ولا يجوز لهما أن يجتمعا، هي التي أنشأت الحضارة الإسلامية. أما النسخ المدجنة المغشوشة من التدين التي حالفت الاستعمار والتي الآن تحالف الفساد والاستبداد، فإنها في ناحية والإسلام في ناحية. لا يمكن أن يكون الإسلام مشروعا لخدمة المستعمر ولا لخدمة المستبد. هذا نوع من التدليس ونوع من التزوير ونوع
من تحريف معالم الدين ونوع من التدين المغشوش الذي ينبغي أن يقاوم وأن ينفى عن الإسلام ولا يقبل من أصحابه لا قديما ولا حديثا. طيب دكتور حاتم، حقيقة الأمر ليس مقتصرا على الحالة التونسية التاريخية، اليوم نحن نعيش عصر الصحوة الإسلامية، مساجد المسلمين ممتلئة بالمصلين، الزكاة تؤدى، الأضحيات، الصوم، يعني كل العبادات تقام بموجب الصحوة الإسلامية. منذ 4 أو 5 عقود كانت المساجد فارغة، ومع ذلك حال الأمة الإسلامية من سيء إلى أسوأ، هناك تقهقر حضري بالمعنى الحقيقي للكلمة. إذا يعني هذا دفع بعض الناس إلى القول بأن ربما هناك علاقة عضوية بين التدين وبين التأخر. الحقيقة أن المسألة منعكسة تماما، بمعنى أنه عندما كان المسلمون متدينين على فهم صحيح للدين وتطبيق وتنزيل صحيح لقيمه ومبادئه، صنعوا أرقى النماذج الحضارية وقادوا العقل الإنساني في رحلة تحرره وفي رحلة بحثه في الكون، وراد المسلمون علوم الطبيعة طبا وصيدلة وهندسة وفلكا وفيزياء وإلى آخره، وقدمت النسخة الحضارية الإسلامية علماء وأسماء ستظل مخلدة في التاريخ الإنساني ممن جمعوا بين علوم الشريعة وعلوم الطبيعة ولم يجدوا بينهما تناكرا ولا تنافرا. يعني هل يمكن إغفال شخصية مثل ابن رشد صاحب الكتب السيارة في علوم الشريعة وعلى رأسها بداية المجتهد، وصاحب الكتب الطبية التي ظلت مراجع لكل الدارسين إلى قرون بعد زمانه ككتاب الكليات في الطب وغيره؟ ظلت الحضارة الإسلامية مزدهرة عندما كان المسلمون يفهمون دينهم فهما صحيحا ويعملون به، وتأخر المسلمون عندما حيل بينهم وبين دينهم. المسلمون عاشوا التأخر حقيقة في القرنين الأخيرين، وفي القرنين الأخيرين بعد المسلمون عن دينهم ثم حيل بينهم وبين ذلك الدين بفعل المستعمر بآلاته العسكرية تارة وغزوه الثقافي تارة أخرى، وتعيينه أو نصبه وكلاءه لحكم بلاد المسلمين تارة ثالثة، وكل ذلك يهدف إلى الحؤولة بين المسلمين والعودة إلى دينهم. ومن ثم فالتأخر الحاصل لا يمكن أن يعزى إلى التدين، العكس هو الصحيح. هذا التأخر الحاصل في العالم الإسلامي معزون إلى عزل الأمة عن دينها ليس العكس. أما الصحوة الحاصلة التي تحدثت عنها وهذا بلا شك واقع وموجود، فهي تحاول أن تعيد الأمة إلى الطريق، وما زالت تخطو خطوات وئيدة محدودة في سبيل الإحياء الحضاري. وقد كتب شكيب أرسلان رحمه الله في مطلع القرن الماضي كتابا بعنوان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، ويمكن الرجوع إلى ذلك الكتاب وفيه جواب واضح. ثم حتى كتاب أبو الحسن الندوي بعد ذلك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وفي الكتابين بيان إلى أن أحد أهم أسباب تأخر الأمة وتأخر شبابها حضاريا هو بعدهم عن قيم الإسلام وتربيتهم على غير نهج الإسلام ومحاولة علمنة الإسلام. إذا كان الغرب قد علمن النصرانية وعلمن الكنيسة لأنها كانت عدوا للدين على مدار قرون، عدوا للعلم على مدار قرون، وعدوا للبحث والتفكير وكذا، فإن الإسلام ليس عنده هذه المشكلة. كيف تعطون إنسانا دواء لمرض ليس مريضا به أصلا؟ وكما قلنا إنه إذا كانت الكنيسة في العصور الوسطى قد غلت غلوا شديدا في منابذة الطبيعة العداء، فإن العلمانية المعاصرة غالت غلوا أشد في تقديس الطبيعة حتى اتخذتها إلها. نحن لا نقبل بالميزان الإسلامي لا الغلو الأول ولا الغلو الثاني، ولن تنهض هذه الأمة إلا إذا رجعت إلى دينها وأخذت بمحكماته. نعم. وأعادت بناء الشخصية الإسلامية على قواعده. والله تعالى يقول في كتاب الكريم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لا ذكر لهذه الأمة وليس في تاريخها نقطة ضوء إلا في رحاب الإسلام وفي ظلال الإسلام. طيب يعني أبقى في نقطة ذاتها دكتور حاتم، يعني الآن في بلاد المسلمين تدين وصلوات ويعني حجاب وإلى آخره، لكن تلمس كثيرا من الظواهر المنحرفة مثل الغش أو الكذب أو الأذى الذي يتحقق لك من خلال المسلمين، بينما يعني تذهب إلى القارة العجوز، تذهب إلى بعض الدول الغربية فتجد أن هناك نوعا من الصدق وإن كان على أساس ماديا علمانيا ولا على أساس ديني. وهذا ربما عبر عنه محمد عبده في كلمته الشهيرة عندما ذهب إلى فرنسا فقال وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين وعدت إلى
إلى مصر فوجدتم مسلمين بلا إسلام، يعني كيف يمكن التوفيق بين هذا ما يبدو أنه تناقض؟ الحقيقة أنه يعني هذا الذي تعيشه الأمة الإسلامية ونتيجة الاستبداد والفساد السياسي والإداري، وأنت تعلم أن الرعية تكون على دين ملوكها، وبلادنا منكوبة منذ قرن على الأقل من الزمان أو يزيد، منكوبة بفساد الحكم واستبداد الحكام، ومنكوبة بتضليل هؤلاء الحكام المفسدين لوعي الأمة، ومنكوبة بإفساد مؤسسات الأمة الاجتماعية والعلمية والفكرية وتطويعها لخدمة المستبد. فلا الجامعات في بلادنا جامعات، الجامعات في بلادنا هل هي مؤسسات علمية تنشئ الباحث المستقل المتحرر؟ أشك في هذا. الواقع يقول إنها خارج السياق الأكاديمي، وأنها مؤسسات مطوعة سياسيا لتكريس هيمنة الحاكم وسلطانه، سواء كان هذا الحاكم شخصا أو عائلة أو حزبا، كلها نسخ اختلفت في الأشكال والأسماء واتفقت في الفساد والاستبداد. وبالتالي عندما يكون رأس هرم المجتمع فاسدا إلى هذا الحد، لا تتوقع أنه يمكن للمجتمع أن ينهض أو يتقدم. لابد من صلاح الإدارة، صلاح الحكم أولا، ثم بعد ذلك تكون النهضة ويكون التقدم. والدول التي رأينا أنها حققت طفرات كبيرة، إذا أردنا أن نضرب المثال بماليزيا بتركيا، هي الدول التي تحقق لها حكم رشيد بعث في الناس روح الجد وروح الانتماء وروح العمل والعطاء، فأنتجت وأنجزت وتغيرت أحوال هذه المجتمعات. وبالتالي فإذا أردنا أن نشخص ما تعيشه الأمة الإسلامية الآن، فإن الاستبداد السياسي بعبارة الشيخ الغزالي رحمه الله هو داء الأدواء وعلة العلل، وكل ما تعيشه الأمة من تخلف حضاري معزو إلى هذا الفساد والاستبداد. طب أنا ينبغي أن أتبنى وجهة النظر المخالفة دكتور، يعني حتى في تركيا وماليزيا لم تقم الإنجازات والنشوء الحضاري الذي نراه الآن لم يكن على أساس من التدين، ثم انفصال بين هذا النشوء وبين التدين، بدليل أن حتى الطبقة السياسية التركية يعني هي علانية في موضوع أن العلمانية هي أساس الدولة التركية، وكذلك الأمر في ماليزيا، وهذا يؤكد ما يذهب إليه بعض الناقدين للتدين على أساس أنه هو ربما يكون سبب التأخر. لا، أنا يمكن أن أنظر للتجربة التركية والماليزية، وما تجربتان مقدرتان بالتأكيد، على أنهما في مراحل التحول. هذا هو الممكن في مراحل التحول، في مراحل الانعزال التام عن الإسلام. لا يمكن أن يكون البعث دفعة واحدة ولا العودة دفعة واحدة، لله في خلقه سنن، سنة من هذه السنن هي التدرج. لكن لا يخفى ولا يعني يغيب على وعي السامع الكريم أن هذين النموذجين تحديدا راهنا واعتمد بشكل أساسي على بعث الروح الدينية، وإن بشكل تدريجي، وأن إحياء مظاهر التدين وعودة الناس إلى المساجد وعودة الناس إلى حفظ القرآن الكريم وإلى مظاهر الإسلام المختلفة كان أحد المرتكزات الذي راهن عليها بناة هذين المشروعين. وعليه فإنه صحيح لم يرفع هؤلاء لافتات الهوية الدينية الكاملة، لكنهم راهنوا على بث روح التدين الصحيح، وراهنوا على أن يكونوا في مرحلة تحول ومرحلة تغير تدريجي تعقبه بإذن الله مراحل أخرى. لكن الشاهد أنه في هاتين الحالتين ربما اللتان تمثلان حالتي النجاح الوحيدتين في العقود الأخيرة في العالم الإسلامي، كانت هناك عملية تصالح مع الدين، كانت هناك عملية محاولة لبث الروح الدينية، لم تكن هناك القطيعة المنقورة المرذولة بين محاولة التقدم والتدين. يعني لم يعد التدين الآن في التجربتين التركية والماليزية خصما للتقدم وخصما للنهضة والحضارة، بالعكس نظر إليه على أنه أحد أسس ومرتكزات بناء هذه النهضة والحضارة. وكما قلت ينظر إلى هاتين التجربتين باعتبارها مرحلة من التحول تعقبهما بإذن الله مراحل أخرى أكثر يعني وضوحا في تبني المشروع الإسلامي الحضاري. ويعني إذا كانت هذه الخطوة الأولى فينبغي أن تأتي بعدها خطوات أخرى بإذن الله. نعم دكتور، حقيقة يعني موضوع أن يكون التدين أساسا للنهوض الحضاري ربما في رأي كثير من المتابعين أنه لا تنطبق كثيرا على الحالة التركية والماليزية، لكن تحدثت قبل قليل عن قضية التدين وأنواع التدين، وذكرت التدين المغشوش والتدين الفاسد. هذا الموضوع، موضوع التدين، ربما يكون لب القضية في قضية النهوض وتحديد مسار النهوض. من الذي يحدد الطريقة الصحيحة للتدين المفضية إلى تحقيق مقاصد الدين من ظاهرة التدين؟
بالتأكيد على علماء الأمة ومفكريها الكبار واجب عظيم في هذه المرحلة. والحقيقة إنه لم يخلو التاريخ الإسلامي المعاصر أو الواقع الإسلامي المعاصر من محاولات جادة في التصدي لهذه القضايا الكبيرة والإجابة عنها. لا يمكن أن نغفل مشروع مثلا علي عزت بيجوفيتش أو مشروع ويلفريد هوفمان الإسلام في كتاب الإسلام كبديل مراد كبديلة. والذي أصبح اسمه مراد هوفمان. مراد هوفمان بالتأكيد، أو حتى طرح فؤاد سيزكين في عديد من كتاباته. لا يمكن إغفال مشروع مالك بن نبي الفكري والحضاري أو البشير الإبراهيمي أو إسماعيل راجل الفاروقي أو حتى يعني هذا الجيل من المفكرين، ختاما بعبد الوهاب المسيري وتلامذته. كل هؤلاء حاولوا محاولات جادة، وقبل ذلك طبعا كان محمد عبده رحمه الله وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا وحسن البنا، كل هؤلاء تباعا حاولوا أن يجيبوا على هذا السؤال: كيف نخطط لهذه الأمة خطة النهضة من جديد؟ ولو أردت أن يعني أقول مستخلصا بسيطا لهذه المشاريع الفكرية في عبارات محدودة، أقول إنه كل هذه المشاريع ارتكزت على أن نقطة الانطلاق هي بناء الإنسان، وبناء الإنسان المسلم على قيم الإسلام الحضارية وعلى فهم الإسلام الصحيح وعلى نظرة الإسلام للحياة باعتبارها ميدانا واسعا للتعبد، وعلى أن من التعبد بل من أجلى وأرقى صور التعبد إصلاح الحياة وعمارتها كما أشرنا. بناء الإنسان على هذه القيم وعلى هذه المفاهيم هو نقطة التحول ونقطة الارتكاز في البناء الحضاري، وإن اختلفت طرق هؤلاء المفكرين الكبار في التعبير عن ذلك. الأمر الآخر في الخروج من الأزمة الحضارية الإسلامية المعاصرة إنه ينبغي أن تكون هناك أفكار واضحة صالحة للعيش في هذا الزمان متفق عليها قبل أن يبدأ المسلمون في محاولات التنفيذ. لابد أن يكون التفكير سابقا للتنفيذ. ومن ثم فإنه أزمة الأفكار التي تحدث عنها مالك بن نبي على سبيل المثال هي فعلا عائق، والأمة حاولت كثيرا أن تطرح أفكارا لكنها كانت إما مجزوءة وإما منقوصة وإما متفرقة. لكن دكتور حاتم، يعني ما تفضلت بذكرهم، هم قدموا مشاريع نهوض بغض النظر عن النقود التي استدركت عليهم، يعني ثمة من انتقد ماهية هذه المشروعات. بغض النظر عن هذا، هذه قدمت مشاريع عامة لنهضة الأمة الإسلامية، لكن التدين الذي ينبغي أن يكون أساسا لهذه النهضة، تدين العوام، تدين الطبقة الوسطى، تدين الدعاة، تدين، يعني هذا الآن غير متحقق بالطريقة المثلى التي كان عليها سلف هذه الأمة. من الذي يحدد الآن في زمننا هذا التدين؟ هل هم الدعاة؟ هل هم العلماء؟ هل هي المؤسسات الدينية؟ من المسؤول عن هذا الأمر؟ وبطبيعة الحال يظل هذا الواجب على عاتق العلماء الربانيين الذين لا يعملون لحساب منصب ولا لحساب سلطان ولا لحساب أطماع دنيوية. هؤلاء العلماء المتجردون بفضل الله لا يخلو منهم جيل من أجيال الأمة، وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الثلة المباركة المبثوثة في الأمة شرقا وغربا من العلماء الأمناء الأكفاء هم المنوط بهم أن يجيبوا على سؤال التدين وعلى سؤال النهوض وعلى سؤال البعث الحضاري. ويعني هذا الواجب واجب ثقيل، وربما أقول إنه واجب المرحلة، وإنه نقطة البداية، وإنه طرف الطرف الخيط، وإنه شعاع النور الذي يمثل بداية مشروع النهضة ومشروع التحرر ومشروع البناء الكبير للحضارة الإسلامية القادمة بإذن الله. هل يمكن لهؤلاء العلماء المبثوثين في كل المجتمعات الإسلامية أن يحققوا الوظيفة المكلفين بها، وهي بيان حقيقة التدين وطبيعة التدين الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى في ظل الظروف الحالية، أم أنهم يحتاجون إلى بيئة سياسية عامة أخرى غير التي هي الآن؟ طبعا البناء الحضاري يحتاج إلى بيئة سياسية كما تفضلت، لكن البلاغ يمكن أن يتم في أي ظروف تحت أي وضعية. والله سبحانه وتعالى يهب العلماء الصادقين طاقة إيمانية ونفسية تجعلهم قادرين على تحدي هذه الظروف وعلى البلاغ الدقيق الأمين عن الله رب العالمين. وميزة من ميزات الإسلام أن خطابه محفوظ، ليس موكولا بالعلماء في أشخاصهم. الوحي الإلهي محفوظ، والله سبحانه وتعالى قد حفظه بكل صور الحفظ، قراءة وتلاوة وفهما ونصا وكل شيء، تمام؟
وبالتالي فإنه ما دام الوحي محفوظا فليس مطلوبا من العلماء إلا البيان والبلاغ. والله سبحانه وتعالى عصم الوحي من التحريف وعصمه من الانتقاص وعصمه من التزييف ليبقى شاهدا على الأمة، وتبقى الأمة قادرة على الانبعاث الحضاري في أي مرحلة بالرجوع إلى هذا الوحي المحفوظ. طيب دكتور حاتم، يعني في ظل وجود وسائل الإعلام والانتشار الكثيف لوسائل الإعلام، ويستطيع الإنسان أن يؤدي البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، أن يبين حقيقة الدين والتدين الذي يجب أن يكون حتى وهو ربما في قرية نائية من هذا العالم الفسيح بدون أن يعرف أحد أينما كانوا، هل العلماء قاموا ببيان هذا البلاغ؟ لا ريب أنه يعني ما زال هناك قصور كبير في هذا البيان والبلاغ، وأنه الأمة بحاجة إلى أجيال من العلماء الذين يحملون هذا الهم ويحسنون البلاغ ولا يخافون في الله لومة لائم، وبحاجة إلى أن تجتمع كلمة الموجودين من هؤلاء، وبحاجة إلى أن يتباحثوا ويتناظروا في قضايا الأمة ويجيبوا فيها إجابات شافية، وأن يصدروا عن فتاوى جماعية واتفاق لا عن اجتهادات فردية واختلاف، وأن يصدروا عن مرجعية علمائية ملهمة للأمة، وأن ينشئوا هذه المرجعية ويثبتوا عليها ويقبضوا على جمر البلاغ والبيان عن الله وعن رسول الله. ويعني لعل يعني هذا الشر الكبير الذي تمر به الأمة وتعانيه يحمل في طياته وفي أعطافه بشريات خير بإمكانية حصول هذا البلاغ العلمائي وهذا الأداء العلمائي في المراحل القادمة من عمر الأمة. هناك تجربة نراها ونشاهدها قبل أن نذهب إلى الفصل دكتور حاتم. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جمع مسلمين من كل العالم الإسلامي تقريبا، ألا يمثل هذا الصيغة التي تتحدث عنها؟ يعني ربما يكون الاتحاد رافدا من هذه الروافد، ربما يكون منصة من هذه المنصات، مرحلة من هذه المراحل، ولا شك أن فيه خيرا كثيرا وأنه أدى مهمة عظيمة، لكن ما زال الجهد المطلوب أعظم وأكبر وأثقل من ذلك بكثير. يحتاج الاتحاد إلى اتحادات، ويحتاج الاتحاد إلى تطويرات ضخمة حتى يقوم بهذا الواجب الكبير، والمأمول بإذن الله والمرجو أن يكون الاتحاد وغيره من الهيئات والمنصات العلمائية قادرا على القيام بهذا الواجب في المستقبل القريب. ما زال هناك المزيد من الحديث عن التدين والنهضة وعلاقتهما تأثرا وتأثيرا، ولكن بعد فاصل أخير. أهلا بكم مرة أخرى وأخيرة في هذه الحلقة. دكتور حاتم، نتابع اليوم بعض الآراء، بعض المقولات، بعض الأفكار والمقالات التي تتحدث وهي متأثرة لا شك بآراء بعض المفكرين والمستشرقين والمؤرخين الغربيين، التي تقول إن العرب جربوا في العقود الأخيرة، بل حتى القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة، جربوا الدين ولم يستطيعوا أن يحققوا النهضة، والآن حان الوقت لكي نضع الدين جانبا وتكون العلاقة التدين بين العبد وربه في المسجد وحتى في بيته، وينبغي أن تكون هناك نهضة قوية بمعزل عن الدين. ماذا يمكن أن يقال عن هذه الدعوات؟ هم يقولون على المسلمين عموما وعلى العرب خصوصا، هل يمكن للعرب باعتبارهم مادة الإسلام أن يفكروا بنهضة بعيدا عن الإسلام؟ عجيب وسخيف. أين هو التدين الذي قاد الأمة العربية أو المسلمة في القرنين الأخيرين؟ الأمة في القرنين الأخيرين قادها الاستعمار في قرن كامل، وبعد قرن الاستعمار قادها وكلاء الاستعمار الذين حاربوا الدين وحاربوا التدين، إما تحت شعارات الشيوعية وبعد ذلك القومية ثم بعد ذلك العلمانية والعلمانية العسكرية. كل هذه الأطر لم تكن في يوم من الأيام أطرا دينية ولا متدينة على الإطلاق. المسلمون حيل بينهم وبين دينهم على مدار هذين القرنين أن يكون ركيزة النهضة أو التحضر أو حتى القيم المجتمعية، وحارب هؤلاء بكل طاقتهم،
التأثير الديني وفاعليته، لأنه الدين عندما تمكن من المجتمعات يحررها ويرفض الاستبداد أول ما يرفض، ويرفض الفساد أول ما يرفض. فالحاصل أن الأمة عانت في القرون الأخيرة لأنه حيل بينها وبين دينها، وأن الأمة عاشت قرونا من الازدهار الحضاري عندما كان الدين هو رائد الحياة، وعندما كان الإسلام هو موجه الحركة الاجتماعية وهو أساس البناء المجتمع. وعليه فإن التاريخ العربي قبل الإسلام معروف للجميع، وقد كان تاريخا شديد الانحطاط، مصابا بكل الأمراض الاجتماعية التي تخطر على بالنا أو لا تخطر. ثم جاء الإسلام فنقل هذه الأمة نقلة هائلة بالميزان الحضاري، ووضعها على قمة الهرم الإنساني، وأوصلها إلى مستوى الاستخلاف في الأرض. ثم ظلت كذلك ما يقرب من 13 قرنا. صحيح بين هذه القرون تفاوت يقترب أحيانا من النموذج الحضاري الكامل حتى يكاد يطابق الحالة الراشدية، ويبتعد أحيانا عن هذا النموذج حتى يكاد يناقضه، لكن الخط العام للتاريخ الإسلامي كان خطا متميزا، وكان خطا رياديا، حتى ابتلينا بسقوط الدولة الإسلامية الأخيرة المتمثلة في الدولة العثمانية، وظهور مشروع الاستعمار ومشروع العروبة كبديل. ومن يومها والأمة تعيش في أشد حالات الانحطاط والتخلف الذي لا يحتاج إلى استدلال. في الحقيقة أمة تملك ما لا يقل عن 60% من الثروات الطبيعية والكنوز في العالم، وهي تعيش في آخر القائمة الحضارية. دكتور حاتم، لو أذنت لي، يعني أنت تربط بين حالة التخلف التي يعيشها المسلمين وبين سقوط الدولة الإسلامية العثمانية، لكن يعني عندما دخل نابليون بونابرت عام 1798 إلى مصر، كان هناك دولة عثمانية، وكان هناك أحكام الشريعة، وكان هناك التدين. لكن يقول المؤرخون، وحتى منهم عرب، رفاع رافع الطهطاوي وغيرهم، يقول إن العرب المصريون والعرب والمسلمون استيقظوا على حالة جمود هائل، على تخلف كبير في ظل وجود الدولة الإسلامية والأحكام الإسلامية. شوف يا أخي الكريم، أنا قلت في أول الحلقة إنه النهضة لها جناحات، إذا افترق لا يمكن أن يتم تحقيق النهضة والبناء الحضاري الكامل الذي ينشده الإسلام. الجناح الأول هو الإيمان، والجناح الثاني هو العمران، هو التقدم العلمي، هو التقدم التقني. وعليه فالدولة الإسلامية العثمانية تأخرت في المراحل الأخيرة في المستوى العلمي والتقني والبحث، هذا لا خلاف عليه، وبالتالي لم تكن العقود الأخيرة وربما القرن الأخير من عمر الدولة العثمانية لم يكن نموذجيا، لم يكن هو الصورة المنشودة. بل إنه حتى دعني أقول إنه الدول الإسلامية الوراثية بدءا من الدولة الأموية ومرورا بالدولة العباسية وانتهاء بالدولة العثمانية تمثل تجارب جزئية، تجارب ناقصة، تمثل تطبيقا جزئيا للفكرة الإسلامية. ورغم هذه الجزئية كانت لها الآثار الحضارية الهائلة التي نعمت بها البشرية حتى في نهضتها الغربية الأخيرة، استفادت تماما من هذا الموروث. أما الصورة المنشودة الكاملة فإنما ينبغي أن تؤخذ من قيم الإسلام، من أفكار الإسلام وأحكامه، لا من التجارب التاريخية. وبالتالي لا ينكر أن الدولة العثمانية كانت في آخرها تعاني من مشاكل كثيرة على المستوى التقني وعلى المستوى العلمي، لكن هذا لا يقدح في أن النهضة لا يمكن أن تتم في بلاد المسلمين إلا على أساس الإسلام، وأن كل التجارب الأخرى التي عزلت الإسلام وحاولت أن تعزله بعد بالفشل. أين أوصلتنا الفكرة الشيوعية؟ وأين أوصلتنا المحاولات العلمانية؟ وأين أوصلنا الاستبداد العسكري المدعوم من الغرب في بلادنا؟ الغرب له قرن من الزمان يدعم هذه الأنظمة الاستبدادية ويزعم أنها ستقدم للبلاد الإسلامية نهر اللبن والعسل. ما الذي تحقق؟ لا ننتقل من حالة إلا إلى أسوأ منها، ومن تخلف إلا إلى أشد منه عبر قرن كامل. ثم حتى إنه قرن الاستعمار، هل كان هذا يعني قرن تمدن وتحضر وقرن تنوير؟ يعني هل المستعمر الذي جاء بالمطبعة كما يقال عن نابليون جاء بالمطبعة يريد بها خيرنا ولا يريد بها تطويعنا وسلب خيراتنا؟ نابليون جاء بالمطبعة وقبلها بالمدفع، وقبل أن يعطينا المطبعة لينشر ثقافته ويتمكن حضاريا من بلادنا جاء بالخيل التي جاست الأزهر الشريف الذي رفض الاستعمار ورفض أن يفرض على المسلمين حكم من خارجهم. وبالتالي النظر إلى الغربي والفكرة الغربية على أنها الفكرة المنقذة هذا مجافاة لواقع التاريخ ولما حدث عبر قرنين من الزمان، فرض على الأمة فيهما فرضا أن تعيش تحت وطأة الاستعمار والاستبداد،
وليس الاستبداد الذي تعيشه الأمة الآن وتعاني منه إلا وليد الحقبة الاستعمارية في الحقيقة. دكتور، يعني أقتبس لك من أرنولد توينبي المؤرخ البريطاني الشهير في كتابه المهم دراسة في التاريخ أو دراسة للتاريخ، يقول هو يحذر بعد أن اعتبر أن الدين هو أهم مظاهر الحضارة، هو حذر من زحف العلمنة إلى التدين في الحضارة الحديثة، ومع ذلك هناك أصوات كبيرة في العالم العربي ومتكاثرة تدعو إلى نبذ الدين كأساس للنهضة. لو فرضنا أن هذا تحقق وأن العرب والمسلمين وضعوا الدين جانبا وقصروا التدين على شعائر في المساجد وصوم وزكاة بدون أن تنسحب على سائر شؤون الحياة، فما النتيجة التي يمكن أن نتحدث عنها حضريا؟ النتيجة هي التي نعيشه الآن بالضبط، يعني سواء بسواء. نحن عشنا قرنين من الزمان معزولين عن النموذج الإسلامي فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. ماذا يريد هؤلاء القوم أن يجربوا وقد أخذوا الفرصة مرارا وبنماذج وصور وأشكال مختلفة ومتعددة؟ وهل كانت كل تجارب الحكم منذ بدايات القرن الماضي إلا تجارب علمانية؟ حتى في مصر مشروع محمد علي لم يكن مشروعا علمانيا، أقصى الدين وعزله وأعدم علماء الأزهر وانفرد بالحكم. إلى أين أوصلنا؟ هل المقصود هو بناء مجموعة من المنشآت تمكن للمستبد من حكم أو من سلطان وتسحق الإنسان كما فعل محمد علي ومشروعه؟ ورغم ذلك تجد العلمانيين العرب يمجدون مشروع محمد علي بكل ما كان فيه من قسوة ومن سحق للإنسانية، فقط لأنهم يرون فيه مشتركا مع مشروعهم هو إقصاء الدين. إقصاء الدين في بلادنا تم عبر قرون متعاقبة وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولا يمكن إحياء الأمة الإسلامية ولا الأمة العربية إلا بالعودة إلى قيم الدين الباعثة. يعني عندما نقول إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها عبادة من العبادات المركزية الكبرى، هل يمكن أن نعزل هذا عن الإحياء المجتمعي الذي تعنيه الزكاة؟ هل يمكن أن نعزل هذا عن مفهوم التكافل الذي تمثله الزكاة؟ هل يمكن أن نعزل هذه الفرضية الدينية، هذه الفرضية الشعائرية في الزكاة عن وظيفتها الاجتماعية؟ لا يمكن. الإسلام ليس فيه خط فاصل ولا يقبل أن يكون هناك خط فاصل بين ما هو شعائري أو بين ما هو تعبدي وبين ما هو اجتماعي وبين ما هو حياتي. الزكاة ذاتها التي جعلها الإسلام عنوانا على مشروعه في قول الله عز وجل: وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الزكاة في ذاتها جواب على ذلك السؤال، إنه لا يمكن في الإسلام أن تعزل ما هو شعائري وتعبدي عما هو اجتماعي وحياتي ودنيوي. الإسلام هو وصفة للحياة البشرية بكل تفاصيلها وكل جوانبها، وإذا حاولت أن تفصل فهذا يعني أن تغير معالم الدين أصلا وأن تصنع إسلاما غير الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به القرآن الكريم. حقيقة دكتور، ما زال في الحديث بقية ولكن ليس في الوقت فقد أدركنا. أشكرك على هذه المشاركة. ختاما مشاهدينا الكرام، أشكر ضيفي الكريم المكرم الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية، كما أشكر حضراتكم على طيب المتابعة. دمتم في حراسة الله.